شهر الصيام في ألبانيا. اتسم المجتمع الألباني عبر القرون بسمات التعايش والسماحة الفريدة من نوعها بين كل المجموعات الدينية الموجودة في البلاد. ويجمع الألبانيين تاريخ ديني عريق يدل على مدى الاحترام المتبادل والتعاون المستمر وقبول الآخر بين أصحاب الأديان المختلفة في البلاد. وقد مر على الشعب الألباني بمختلف أطيافه وأديانه حين من الزمان اضطروا فيه على التخفي بدينهم وممارسة شعائرهم الدينية في السر، حيث أصبح التدين والإيمان بالله خلال فترة ذاك النظام البائد جريمة عظمى. ولكن الألبانيين رغم كل ذلك لم يتوقفوا يوما عن ممارسة الدين بالإصرار في قلوبهم، مع أن ذلك قد أدى بحياة الكثير منهم خلال تلك الفترة العصيبة. ولم يستطع الشعب الألباني ممارسة الدين إلا بعد سقوط الشيوعية عام 1990 للميلاد، فأطلقت لهم بذلك حرية التعبير والعقيدة في البلاد. وإن كانت تلك العقود العديدة من الظلم قد قضت على ثروات الناس وجعلتهم فقراء، إلا أنها لم تستطع أن تقضي على الكرامة وسمات الجود التي اتسم بها الشعب الألباني، وخاصة في شهر رمضان الذي تحيا معه العادات الإسلامية في إقامة موائد الرحمن الجماعية التي ينفرد بها الإسلام خلال هذا الشهر الكريم في كل مكان وزمان. الله أكبر، الله أكبر. ويحافظ الألبانيون في مدنهم وأريافهم على هذه العادة الرمضانية، ورغم أننا في زمن العولمة والحداثة والتكنولوجيا، فإن عدد الذين يطبقون أركان الإسلام ومن بينها الصوم يزداد يوما بعد يوم. ربما ليس كلهم ممن يعرفون تطبيق أركان الصلاة والصيام وتفاصيل الفقه، ولكنهم يمارسونها ويسعون إلى المساجد حتى يتقربوا بذلك من رب العالمين. والصائم الألباني شأنه كشأن كل مسلم في العالم خلال هذا الشهر، فهو لا يمتنع عن الطعام والشراب فحسب، وإنما يمتنع عن المعاصي والعادات السيئة وحتى عن الكحول أيضا، ويزيد فيه من الصلوات في المساجد والبيوت، ويكثر أيضا من قراءة القرآن الكريم وغيرها من الأعمال الصالحة. من خلال مرور أيام شهر رمضان الكريم يبدو في الظاهر أن هذا الشهر لا يختلف في شيء عن أيام بقية الشهور الأخرى، ولكن المسلمون يحملون فيه مشاعر الإيمان التي تزيد من تقواهم، حيث يقومون في الصباح الباكر فيهتمون بأسرهم، ثم يخرجون بعد صلاة الفجر إلى العمل ويرجعون إلى البيوت ليتابعوا صيامهم إلى وقت الإفطار. ومن السمات الرمضانية لدى الألبانيين الضرب على الطبل والعزف على الناي ليتمكن الناس من معرفة مواعيد السحور والإفطار. وقد كانت العادة لديهم أن يفتتحوا الإفطار بكوب من الماء، ولكنهم بدلوا هذه العادة خلال الفترة الأخيرة بتناول التمر الذي يأتيهم من البلاد العربية خلال شهر رمضان، كما كان لهم فيه أيضا وجبات خاصة يتميز استخدامها في المطبخ الألباني من منطقة إلى أخرى. ولسوء الأحوال المادية استخدم الألبانيون خلال فترة الشيوعية الفاصولياء البيضاء والقنب والمخللات والبطاطس مع استخدام البسطلمة في حالات نادرة،
وأما في أيامنا هذه فقد أصبحت المائدة الألبانية عامرة بأطعمة عديدة ومتنوعة. وبالنسبة لمكان تناول الإفطار فيفضله الألبانيون في المنازل. ومن بين ليالي هذا الشهر الكريم ليلة مباركة هي ليلة القدر، حيث يفرح الألبان مسلمين كانوا أو مسيحيين بقدومها، ويصومون في يومها جميعا دون تمييز. وإن كان لدى كثير من الناس اعتقاد باطل مفاده بأن من يصوم هذا اليوم تسقط عنه فرضية صيام الشهر كله، وتشهد ليلة القدر هذه في منازل الألبانيين الفرحة والطبخ وتناول الحلويات وتوزيعها بين الأقرباء والجيران والفقراء، وذلك شكرا لفضل الله الرزاق. ثم يأتي يوم العيد فتشهد جميع الساحات في المدن والقرى فرحة عارمة لا مثيل لها بين أوساط المسلمين، الذين يقومون بتزيين البيوت والمساجد ليعبروا من خلال ذلك عن سعادتهم وفرحتهم بختام شهر قد صاموا نهاره وصلوا ليله وقرأوا القرآن فيه وسارعوا في فعل الخيرات مرضاة لوجه الله العظيم. هذا ويجتمع الناس في هذا اليوم المبارك في مساجدهم وفي منازلهم وبيوت أقربائهم ليباركوا لبعضهم البعض بهذا اليوم، ويتصالحوا إن كانت بينهم أي خصومة، ويتبادلوا فيما بينهم الزيارات، ويتقدم خروج الناس لأداء صلاة العيد بعض الأمور، وهي أولا الغسل، ثانيا لبس الجديد من الثياب، ثالثا تناول شيء قبل الخروج من البيت، رابعا القدوم في وقت باكر إلى المسجد لأداء صلاة العيد. وفي الحقيقة إن انتهاء شهر رمضان ليس أمرا مفرحا، لأنه شهر لا مثيل ولا نظير له بين شهور العام كله، من حيث كثرة الرحمة وكثرة الخشوع وكثرة البركات، ومن حيث الأمل في أن يعتق الله فيه رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، ويتمنى المؤمن فيه أن يبلغ الشهر الكريم القادم في صحة وسلامة من رب العالمين.